أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، السادة قادة الدول والحضور، بداية نود أن ننتهز هذه الفرصة الطيبة للتعبير عن خالص شكرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكذلك على إتاحة فرص ميسرة لأقد هذه القمة على مستوى التنظيم العالي. كما نقدم جزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على الترتيب الناجح لهذه القمة. السادة قادة الدول، في الوقت الحاضر تظهر أحداث سياسية دولية معقدة في مناطق مختلفة بما فيها المناطق القريبة من دول آسيا الوسطى والدول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ولذا فإن التهديدات والتحديات العالمية القائمة يتطلب من دولنا توحيد الجهود ومن ثم اعتماد حلول لازمة. وفي هذا الصدد نرى أنه من المستحسن إنشاء مجلس لوزراء الخارجية لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي يعمل على أساس دائم. إن التطوير التعاون التجاري والاقتصادي إلى جانب القضايا السياسية يعتبر من المهام ذات الأهمية البالغة، ويمكن لنا التنويه بأن مجالات النقل والطاقة والاستثمار والتجارة تعتبر من بين الاتجاهات الأولوية، وبهدف تطوير التعاون في هذه الاتجاهات وقبل كل شيء من أجل ربط منطقتينا، فنرى أنه من اللازم إنشاء بنية تحتية لوجستية قوية وموثوقة. ومن أجل تنسيق الجهود في مجال النقل نقترح إنشاء لجنة خاصة بالنقل لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي. كما نولي أهمية بالغة لقطاع الطاقة، حيث تمتلك بلداننا احتياطات غنية من الطاقة وموارد الطاقة والوقود ومنشآت صناعية تكريرية قوية. نقترح إنشاء فريق عمل مشترك يقوم بتحليل إمكانيات العمل المشترك في قطاع الطاقة وتقديم استشارات بشأنها. ونرى من الضروري تطوير العلاقات التجارية بين دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق الزيادة في أحجام التبادل التجاري باستمرار بينهما. فلذا تحقيقا لهذه الأهداف على أرض الواقع نطرح مقترحا بشأن إنشاء غرفة تجارية لدول آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي. كما نرى أن هناك إمكانيات واسعة لتطوير التعاون الاستثماري بين بلداننا، وإن تركمانستان مفتوحة دائما على التعاون في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية البالغة. وفي هذا الصدد نقترح عقد أول منتدى استثماري في تركمانستان خصيصا لدول آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي في عام 2024، وإن للتعاون الثقافي والإنساني أهمية بالغة في علاقاتنا. وفي هذا الصدد نقترح إنشاء منصة جديدة للتعاون الثقافي والإنساني، أي الحوار الثقافي لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي. وإن إحدى القضايا الحيوية على أجندة التنمية العالمية اليوم هو النظام البيئي، وانطلاقا من هذا فإننا نقترح النظر في موضوع إنشاء مجلس بيئي لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتبر تطوير التعاون في مجال الطب والرعاية الصحية من أبرز المهام التي تقف أمامنا. وفي هذا الصدد تم طرح مبادرات دولية مهمة من قبل صاحب الفخامة الزعيم الوطني للشعب التركماني رئيس مجلس الشعب في تركمانستان. وبهدف تحقيق هذه المقترحات على أرض الواقع ولتطوير العلاقات في مجال الدبلوماسية الطبية، نقترح عقد مؤتمر طبي في مدينة عشقباد لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025. وإن قضية تطوير التعاون في مجال اللياقة البدنية والرياضة هي الأخرى ذات مغزى كبيرة، ويمكن أن تكون إقامة الألعاب الرياضية الدولية الأولى لآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي من أولى الخطوات في هذا الاتجاه. ونرى أن تكون هذه الألعاب ذات تابع مفتوح، وإن تركمانستان على أتم استعداد لتنظيم هذا الحدث وتوفير جميع البنى التحتية الرياضية الحديثة المتاحة وخلق أفضل شروط للمشاركين في الألعاب. وفي الختام نود أن نعرب عن الشكر الجزيل لمعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي ينظم اليوم هذه القمة الهامة رفيعة المستوى لقادة دول آسيا الوسطى والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لجميع المشاركين. شكرا على حسن الاستماع.